الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التهجد عن عبد الله رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التهجد، وبوب له بقوله: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. هنا قال العلماء: إذا نام ولم يصلي، يعني لم يصلي الفجر، وقيل غير ذلك، لأن الإمام البخاري أورده في كتاب التهجد، وكأنه قال في قضية قيام الليل، ولكن الأصح أنه عن صلاة الفجر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح. طبعا لما يذكر الإنسان يذكر بخير، وإذا ذكر بغير ذلك لأنه يستحق ذلك. لاش من أكبر الكبائر الإنسان أن يترك الصلاة، يترك الصلاة حتى تخرج عن وقتها. فهذا الرجل ذكر عند النبي عليه الصلاة والسلام وقيل: ما زال نائما حتى أصبح. ما قالش الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تغتبوا للرجل، لا، هذا إنسان لا غيبة له، إنسان اللي بيرتكب كبائر ومعاصي وذنوب تقول: والله لا، ما تحكوا علي. هذا إنسان سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يمنع الصحابة من أن يتكلموا فيه، بل زاد وقال: بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه. وهكذا أصحاب المعاصي والكبائر الذين يرتكبونها، فالإنسان عليه أن ينبه وأن يبين خطر ما يقومون به من الكبائر. هذا الحديث يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: بال الشيطان في أذنه، العلماء قالوا: هل البول بول حقيقي؟ يعني للشيطان حقيقة إجا وبال في أذنه؟ قول كثير من العلماء أنه نعم، بول حقيقي. طب كيف ما بيشوف الإنسان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. ما بنشوفه نحن. الله سبحانه وتعالى قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ونعرف أن الشياطين هم نوع من الجن، يأكلون ويشربون وينامون ويفعلون ما ذكر لنا، وهذا أمر طبيعي، فكذلك يبولون. فكما أنك لا تراهم ولا تشعر بهم، فكذلك إذا بالوا في أذن أحد فإنه قد لا يشعر بذلك، ما بيشعر معنى يعني حسيا، فيكون ذلك معنويا. كيف المعنوي؟ أن الإنسان الذي لا يقوم إلى صلاة الفجر فهذا الشيطان بال في أذنه، يعني بال بأذنه حتى سد هذه الأذن. وقيل: هذا دليل على عدم إسماع الله عز وجل لهذا الإنسان الأذان أو ما يوقظه إلى الصلاة. وقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، قال: بال الشيطان في أذنه، من باب التحقير له، لأن الإنسان إذا بتقول: والله هذا فلان أهين، قال: أهين وبال عليه، يعني كأنه هذا الإنسان أكثر شيء فيه حقارة أن يبال عليه، فما زالك بالشيطان الذي قد بال أين في أذنه. فكأن الشيطان سد أذنيه ببوله، يعني أنه سد هاتين الأذنين حتى لا يسمع الأذان. وقيل أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. الشيطان بيجي بيخلي هالإنسان يعني يملأ أذنيه بالأباطيل، بالأشياء التي تضره ولا تنفعه، فهذا لا يستطيع أن يستيقظ على صلاة الفجر. ليش؟ لأن الشيطان عش فيه،
وعشعش في أذنيه. وهذا كذلك دليل على استخفاف الشيطان بمن لا يقوم على صلاة الفجر، يعني استخفاف على أن هذا الإنسان لا يستحق إذا ما قام على صلاة الفجر إلا أن يبول الشيطان في أذنيه. فطبعا هذا الحديث يبين لنا أن الإنسان الذي لا يقوم على صلاة الفجر فهو إنسان محتقر، إنسان محتقر، وخاصة عند الشيطان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقال بال الشيطان في أذنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.